أين محرز وبونو؟ سؤال منطقي بعد الكشف عن القوائم النهائية للأسماء المتنافسة على جوائز الأفضل في القارة الإفريقية خلال الموسم الماضي، والتي تشهد غياب بونو نجم المونديال ورياض محرز بطل دوري الأبطال. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القوائم النهائية للمتنافسين على جوائز الأفضل في القارة السمراء، وذلك خلال العام الماضي، لكن المفاجآت غير السارة كانت حاضرة في هذه القوائم. جدل واسع أثارته القوائم النهائية لجوائز الأفضل في ظل غياب أسماء بعض اللاعبين الذين حققوا إنجازات ضخمة، وذلك خلال الموسم الماضي، وتواجد أسماء أخرى لم تحقق شيء. القائمة الأكثر إثارة للجدل كانت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا. فعلى مدار الفترة الماضية كانت كل التقارير تؤكد أن الثنائي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ورياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي السابق سيكونان على رأس القائمة. المفاجأة كانت بغياب الثنائي بونو الذي حقق الكثير في الموسم الماضي، وكذلك رياض محرز. وتواجد الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وأخيراً النيجيري فيكتور أوسيمين بطل الدوري الإيطالي وهدافه مع نادي نابولي. ربما كان تواجد أوسيمين في القائمة منطقياً، كونه قاد نابولي لتحقيق الدوري الإيطالي بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً، كما أنهى موسمه هدافاً للكالتشيو ووصل بعيداً كذلك في دوري أبطال أوروبا. على الجانب الآخر، فإن ما قدمه الثنائي ياسين بونو ورياض محرز مقارنة بما لم يقدمه على الإطلاق صلاح وأشرف حكيمي في الموسم الماضي كان يجعلهما الأحق بالتواجد في هذه القائمة. رياض محرز نجح في التتويج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال والكأس الإنجليزية. أما بونو فكان بطل المنتخب المغربي في كأس العالم وصولاً إلى المركز الرابع، كما توج مع إشبيليا بالدوري الأوروبي وكان بطل المباراة النهائية. على الجانب الآخر، فإن محمد صلاح خرج من الموسم الماضي صفر اليدين دون أي بطولات فردية أو جماعية، بينما قضى حكيمي أغلب موسمه في أزمات بخلاف مشاركته في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في المونديال. أما قائمة أفضل لاعب محلي داخل القارة الإفريقية فضمت الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي والمتوج بدوري أبطال إفريقيا، والناميبي بيتر شلويلي لاعب صن داونز بطل الدوري الإفريقي، وأخيراً الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز السابق. فرغم أنه لم يتوج بأي لقب في الموسم الماضي، إلا أنه كان هدافاً لكأس الكونفدرالية ووصل بفريقه إلى نهائي البطولة. رغم أن هذه الأسماء قد تكون مستحقة بالفعل، إلا أن بعض الأسماء الأخرى كانت تستحق التواجد كذلك، مثل ثنائي الوداد يحيى جبران ويحيى عطية الله بعدما حققاه مع الوداد والمنتخب المغربي في المونديال.